ودي اخطر مرحله احكي لي بتفاصيلها، ان اول مره كلام اقوله انا. نعم تفضل. 75 انا ما كنت عارف في عمليات تدريبه، انا كنت داخل غزافي اختلف مع الميري مشهور جدا، حتى طلب بقروش يردوا عليه وقام لي بيعمل مال الكرامه. مشيت ايبي مشيت طرابلس عشان اشتغل اشتغلت مترجم في التجاره الليبيه. ما كنت عارف في تدريب عسكري بغايه في الكفره عملت المحارم. ما اكتشفت الا قبل اسبوعين بس. انا كنت مترجم شغال مترجم جاي احمد عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن الاسلامي المشهور جاي من لندن ماشي انضم الى الكفره قبل اسبوعين عام 76. قال لي يا محجوب ترجع السودان سرا تقابل المسؤول عن التنظيم العسكري الاخوان الاسلاميين وتربطوا يشيل ضباط الاسلاميين في الجيش يقابلوا حمد نور سعد ينسقوا يكون عمليه عسكريه تنجح. قال حمد نور سعد معه مبارك الفاضل. مبارك الفاضل كان مسؤول حزب الامه. حمد نور سعد جهه عسكري. جيت السودان سرا والتقيت بالمسؤول عن التنظيم في الخرطوم. قلت له بيقول لك العمليه بعد 10 جهز نفسكم سلم ضباطك في الجيش الى حمد بن سعد ومبارك الفاضل. لقيته غضبان اقول لك اسمه ربي توفى الله يرحمه. هو توفى الله يرحمه الله يرحمه. مشيت له قابلته في بري قال لي شوف ترجع بكره دي تقول لهم عم اوقف العمليه العسكريه العمليه فاشله فاشله لانه ما قالت انا قال محمد بن سعد ولا مبارك الفاضل كيف اسلم ضباطي؟ يمكن تفشل بعدين محمد. فطوال رجع لي بتذكر اليوم جيت طرابلس قبل 4 من العمليه حاولت اقابل احمد عبد الرحمن فشلت لانه خمس الكفرة وخلاص مشوا استعدوا الضابط اللي ما قدر ينام فيه انا اقول لك وقف العمليه ما قدر ما قدرت على الكفرة بعيده في طرابلس والضابط الليبي المفروض يوصلني لهم ما لقيته وطلعت اسوي العمليه حتى خمس قامت العمليه العسكريه يعني عمليه 76 عملية كان مفروض مقبول لأن ما في تنسيق. طيب لما العملية تمت وفشلت طبعا كان يفترض أنه أنا جيت السودان قابلت الجماعة كلهم كانوا في المعسكرات. الحصل أنه يوم الخميس بالليل قبل العملية ب 24 ساعة كانت السلاح خارج أم درمان. كان خباه مين؟ أحمد سعد عمر عارفه كان وزير سمعت بيه؟ نعم. أحمد سعد هو ماسك السلاح خباه خارج مدرمان. الناس خرجوا يوم الخميس بالليل عشان يستلموا السلاح خارج مدرمان عشان يغزو خرطوم من الجامعة الصباح. كان نميري في باريس وكان المفروض يجي بالطيارة الساعة 5 صباحا يصل خرطوم والمعارك على علم بذلك. لما اجتمعت كل القوى العسكرية في خارج مدرمان محمد بن سعد مارك الفاضل والإخوان معاه والناس غازي والجماعة دي اختلفوا. محمد نصعب افتكر انه طالما نميري جاء حيمشي وين؟ حيحتل القائد العام حيحتل اي حاجه حيحتل نميري. دين بيقول لا نميري يصل مطار خرطوم الساعه 5 صباحا احنا رجال بقوه جاهزه حيحتل المطار. يمسك نميري في المطار مع كل الضباط والاتحاد الاشتراكي والوزراء وكل انتهى من مايو. حصل خلاف بينهم الاثنين. في النهايه على بالليل كذا حسم الكلام انه خلاص يمشي جماعه محتلوا المطار محتلوا المطار اعطوا للميري. للاسف الشديد هنا حصل حاجه غير متوقعه. عربات عطلت. تعطل العربات دي كان هي السر اللي خلى الميري يخرج من المطار سالم بدون ما يعتقلوا. لانه اللي اشترط العربات دي للاسف الشديد فيها لعبه. جاب عربات قديمه بطاريات قديمه واكل نص القروش وكده. جاء طنطين انا لما رحت طرابلس. بعد شهر الشيخ حسين الهندي رسل لي. الشيخ حسين لما كان لما قامت الحركه قام طبعا وقع على ظهره ما بيتحرك. ارسل له عايز سيجاره. ارسل لي قال لي تعال يا انا بديك خطاب للاتصال المالي في لندن. تقول ليه يا اخي؟ جاي الغزافي حيفتح معسكرات جديده وكان مصير الغزافي يسقطني مين؟ مصير كان بيكره انك رايح شديده جدا. قلت له شيل خطاب للاتصال المالي جيب قواتك. الشريف حكى لي سر لا يا معدوب حصل خيانه من ناس ذكر لي اسم زول ممكن اقول ما خايف منه انه زول ديا كان في جبل العربات جاب عربات ضعيفه مهلهله خلت الناس دي لما يصل المطار بدري تبقى في السكه وكان في صراع خفي بين مبارك الفاضل محمد بن سعد
كل واحد دار يسمى السلطة هو للأسف في خيار. أه؟ اسم الشخص اللي ما ذكرته مارك الفاضل، أقول لك عليه كده مارك الفاضل ده الشخص اللي هو جامعة عربات قديمة وكان يعني تصرفاته كان ده يسمى السلطة. الشريف حسين قال لي يا أخي مارك الفاضل عايز يسمى السلطة. الشريف الله يرحمه أنا أقول لك أول مرة يعني الشريف كان سألنه كان ممكن تنجح قالوا كان بعد ذلك ما ذلك استلم خرطوم قادة العامة الشريف كان يجب السلاح التقيل من الكبرى قام العربية وقعد ديه وقعد على ظهره ما تحرك هنا عملية فشلت طبعا فشل العملية خلتني بيري طبعا بعد ذلك لكن السودانيين برغم ذلك الأنصار والأخوان والتحالي كانوا معه لما هزموا في 76 ما عملوا عمل الناس حميتي ما مش كسروا المطارات ما كسروا البيوت بحثوا البيوت خلاص طلع بالهزيمة هزمنا إنه رجع صح؟ ما في داعي لكسر البيوت ما زي الدعم الإنقلاب فشل احتل البيوت كسر العمارات احتل إيه ودخل البيوت ولابوا هذا كانوا السودانيين بغض النظر عن اختلاف العام كانوا احترامين يعني كانوا حفظ هزم زي 2008 لما عدل المساواة فشلت ما كسر البيوت ما اقتحموا البيوت ما كسروا العمارات ولا اقتحموا ولا اغتصبوا ما زي المجانين دي زي طوالي فشلوا كان خاص الغربة فشلوا انقلاب فشل في 15 ابريل خلاص فشل شو له حاجه ثاني ده كان السودان ده الفرق بين المعارضه الوطنيه برغم اخطاء ورغم اخطاء تم بعد ذلك من الحركات المسلحه كانوا سودانيين ما حاولوا يخربوا ده الفرق بين الاثنين.